جمعية الباحثين الشبان ومجموعة أخرى من الباحثين التونسيين بمختلف أرجاء العالم اجتمعوا في ندوة دولية للباحثين في علم البيولوجيا من أجل خلق فرص للتعاون والشراكة. فكرة هذا المؤتمر انطلقت تقريبا منذ سنة من طرف يعني مجموعة من باحثين من تونس ومن خارج تراب الوطن، وحاولنا مع بعضنا نبدو هذه الفكرة، خاصة وعندنا طاقات يعني كبيرة في مجال البيولوجيا والبيوتكنولوجيا. فكرنا في أن فما إمكانية أن نستقطبهم ونحاول مع بعضنا يعني نبحث مشاريع جديدة اللي ممكن تنفع البلاد. قلنا احنا الشبان نحاولوا مع بعضنا ونوريو اللي احنا قادرين باش نوصلوا المعلومة ونساهموا في تطوير البحث العلمي في تونس. خبرات تونسية يشهد لها الجميع بالكفاءة، لا يعوزها سوى الإمكانيات والتخطيط لبعث مخابرهم في تونس. أنا هنا منذ بضعة أيام وقد كانت لي زيارة إلى معهد باستور بالعاصمة، حيث قمت ببعض الاتصالات لبحث إمكانية تبادل الخبرات، والآن سأطرح هذه الفكرة خلال ندوة صحفية للقيام بتبادل طلبة بين تونس والبرازيل وتكوينهم. يلزم في تونس دابور avoir un plan stratégie pour la recherche، وهذيك اللي ناقصنا نحن في تونس توا. نحن نستحقوا ديسيجن بوليتيك باش تعاوننا، نهار اللي عندنا ديسيجن بوليتيك باش تعاوننا نجم نعملوا اكثر حتى من الاوروب، خاطر عندنا التوانسه نحن مشنا نحن تري انتيليجون ما دي غران سانتيفيك دون لو موند. الملتقى جمعهم لفتح آفاق تدفعهم إلى مزيد البحث والتألق في شتى المجالات المخبرية التي باتت تسابق الزمن في عالم الاكتشافات.